السلام عليكم يا زكريا. السلام. ارفع صوتك. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. انت من اين؟ من الجزائر. من الجزائر؟ نعم. لكنك تسكن في فرنسا؟ نعم. نعم. هل تعرف اللغة العربية جيدا؟ ليس جيدا يعني. اين تعلمت؟ اذهب الى الروضة واتحدث بها هناك. تتحدث بها هناك، ممتاز. هل تحفظ شيئا من القرآن؟ لا تحفظه؟ هل ستحفظ القرآن إن شاء الله؟ نعم. نعم، جيد يا زكريا. كم عمرك؟ ستة. ست سنوات؟ نعم. نعم، جيد. هل لديك إخوة؟ نعم. كم أخ؟ اثنين. اثنين، وكم أخت؟ واحد. واحد أو واحدة؟ نقول لي أخت واحدة أو أخت واحد؟ أخت واحد. واحدة يا زكريا. جيد؟ أخت واحدة. جيد؟ نعم. نعم يا زكريا. أنت تسكن في مصر طويلا؟ نعم. نعم. بجد أنا كنت في مصر سبع سنة. سبع سنوات؟ نعم. نعم، تقول منذ سبع سنوات. نعم، لما نصل للعيد سيكون ثمان سنوات. نعم، يعني أنت السنة تأتي عند صلاة العيد تنتهي. نعم. وتبدأ سنة جديدة. نعم. طيب، عيد الفطر أم عيد الأضحى؟ الفطر. عيد الفطر. أحسنت يا زكريا، وأهلا بك في مصر. جيد؟ نعم. نعم، شكرا يا زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.